لازم نحط النقط فوق الحروف. مش محتاجة يا رمز، ما هي النقط فوق الحروف فعلا. امال انت جاية ليه دلوقتي؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا رمز؟ ليها حق تسأل السؤال ده يا احمد؟ انا نفسي سألته لنفسي، لكن للأسف يا رمز ما لقيتش إجابة. انا عارفة الإجابة، رغم ان الخديوي طلب انه يتجوزك الا ان قلبك لسه مع احمد. بس لازم تفهمي ان الحكاية دي ممكن يكون فيها اكتر من رقبة، رقبتك ورقبة احمد، وما ظنش ان انت تحبي تضحي بالاتنين. كلامك مظبوط يا رمز، وحتى لو كانت حياتي رخيصة عليا ده ما يدينيش الحق اني اضحي بحياة حد تاني. انا انتبني ضعف ما عرفتوش قبل كده، ومدام جديد يبقى لازم ينتهي. اعذروني يا جماعه، انا عامل زي العصفور اللي وقع في فخ الصياد. انا مش بتكلم عنكم، انا بتكلم عن دنيتي انا. اذا كنت انا الفخ فانا بقول لك انك حر يا احمد، وانا اسفه لكل الالام اللي سببتها سواء ليك او لرمز. غرام ما عادش يفيد الكلام ده. خالتي انت ماشيه يا خالتي؟ بس هشوفك قريب. لما تواجه تشوفيني قولي لامي. الله، ده انا مش في بيت احمد بيه الخزندار ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا سعاده الباشا. باشا انت باشا؟ دي جهاد بنت يا سعاده الباشا، ودي رمز امها. اهلا وسهلا. وانا عدلات يا سعاده الباشا، مراتي محمود. انا غرام خاتون، فهي طبعا اشهر من ان تعرف. انا خالد جهاد يا باشا. ايه ده؟ ده انا على كده في حاجات كتير ما اعرفهاش. مش دايما الواحد بيعرف كل حاجه. خلاص نعمل في يوم من الايام قعده عائليه عشان اعرف كل حاجه، بس للاسف مش النهارده. الموضوع اللي انا جاي فيه لا يحتمل التاجيل. طيب انا ماشي. لا لا لا، لحظه واحده مش اكتر. اتفضل يا سعاده الباشا. شكرا. اتفضل. احنا في مشكله يا احمد. هي في الواقع مشكلتك انت، لكن كلنا وقعنا فيها. الانجليز كان عندهم معلومات عن الغارة اللي قمتوا بيها. بس انا كنت معاك في حفلة اشرقة تاني، مش كده برضو؟ ما انا قلت كده برضو، وده اللي نفعنا في المساومة. هم عندهم ادلة انك زعيم الجماعة، وفي النهاية وصلت لاحسن الحلول. اللي هي ايه؟ محاكمة حمزة الحلواني واعدام. شوف مين. مفيش حد هنا. افتح يا سعبدو. سعبدو خرج ومش راجع. افتح يا سعبدو، ده الموضوع مهم. سعبدو في الفيوم عنده فرح هناك. افتح انت يا ست قلمص، الموضوع يخصك. طب غطي الحاجات في اللي هي. ايه يا اخي؟ ايه في يا جماعه؟ حادث بشع يا ست قلمص. يا ساتر. حادث لمين؟ ومين قال ان هو بشع؟ هو ايه اللي حصل؟ طيب اهدي بس يا ألمص، ايه الحكايه يا جماعه؟ واحد جه من الازبكيه وقال ان حمزه فندق اصيب في حادثه. يا ربي. ألمص كوبايه ميه. كوبايه ميه يا جدع. ألمص معلش هي الخضه بس عشان خاطر الخبر. كوبايه ميه على الفواه، ولو ما فاقتش نجيب لها طاسه الخضه. ايه يا معلم شعبي؟ اسمع كلامي، دي وصفه متجربه. متجربه ايه يا ألمص؟ الميه اهي. هات. لازم تغرق الدنيا كده حساس. ألمص اشربي يا حبيبتي. اشربي حاجه بسيطه ان شاء الله. هنروح ونشوف. جاهز العربية يا حسان؟ أجهز العربية. ألمص كويسة دلوقتي؟ هو إيه اللي حصل؟ مفيش، يظهر إن حمزة بعافية شوية. دلوقتي حالا ننزل نروح نشوفه. الله، والفرح بتاع النهاردة؟ فرح إيه بس يا معلم؟ فرح الحسين، ده الناس دافعين عربون. نرده؟ نرده؟ وماله؟ أمرك يا سعبده، أنت الراس الكبيرة وتعمل اللي أنت عايزه. بس أنا بصفة المستشار بتاعك بقولك بلاش تدخل حياتك خاصة في الشغل. يا معلم شعبان، ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده؟ أمرك.
امرك يا سعبده. صباح الخير. صباح النور. مش ده برضو منزل الملازم حمزه الحلواني؟ اتفضل، بس الحكيم عنده، اول ما يطلع هخليك تخش. اتفضل. شكرا. هيا يا جماعه، ده هيكون اخر اجتماع لينا. طب ليه التشاؤم ده بس؟ اولا احنا تعرضنا لحادث مروع ملوش اي مبرر، نتيجه عمليه لا مرتبه ولا منظمه ولا بيحكمها اي منطق. انا عندي اقتراح. اتفضل. انا مسؤول عن العمليه دي وعن الخطا اللي حصل فيها، عشان كده هتحمل نتائجها وهعترف ان انا المسؤول. ما ظنيش ده هيفيد. لا هيفيد يا عرابي، هيخلي عزة السواري ضميره يرتاح، يعني هيموت وضميره مرتاح. احنا ما كانش هدفنا ان احنا نموت، احنا هدفنا ان احنا نحقق العدل. بس احنا كنا عارفين ان في الطريق مخاطر. ايوه بس بيحكمها عقل او منطق. انا عندي رغبه ان انا اشيل الحكايه دي لوحدي. انا مش عايز الضربه اللي اصابتنا تفقدنا صوابنا، لازم نتصرف صح. التوازن شيء غايه في الاهميه، خاصه ان قدامنا مشكلتين كل واحده فيهم اهم من الثانيه. المشكله الاولى، هل اللي حصل ده فعلا كمين ولا حراسه عاديه؟ يمكن يا خزندار بيك اول ما حسوا بينا اطلقوا النار. اذا كان ده ممكن زي عزة السواري ما بيأكد، فمعنى كده انهم كانوا عارفين ان في حد جاي. ايوه بس ما كناش محددين الميعاد. ايوه بس كنا قايلين انها العمليه الجايه، يعني بكره بعد وبعد بكره، يعني في الحدود دي. معنى كده ان في تسرب للاخبار من عندنا. اولا مش ممكن يكون في خاين في وسطينا، ثانيا يا عرابي كلنا كنا سهرانين مع بعض. في مشكله اهم دلوقتي، حمزه الحلواني هنعمل فيه ايه؟ احنا ما نديش فرصه لاي حد يسيء اليه، ده شاب وطني واللي عمله ده بدافع وطني. احنا قدرنا نكسب سكوتهم عننا يا عرابي، دول عارفين اسامينا واحد واحد، يبقى التصرف ايه دلوقتي؟ اذا كانت المساومه وصلتهم للسكوت عننا، فالضغط ممكن يخرج حمزه كمان. ما هو ناظر الداخليه لازم يعمل حاجه، علشان كده لازم يلاقي حد يقدمه المحاكمه. خلاص يبقى نقتل ناظر الداخليه. ما هو ناظر الخارجيه بيأيده. هو احنا ايه يا اخوانا، عصابه؟ ايه اللي حصل؟ احنا عايزين العدل، وعشان الهدف النبيل ده لازم نسعى اليه بكل طريقه. على فكره في ضابط عظيم جاي، تخرجوا انتم من الباب الوراني للمعسكر، وهفضل انا وعزة السواري، وبعدين احنا ضباط المعسكر مفيش اي مشكله في وجودنا. يلا يا جماعه. مين الضابط العظيم ده؟ مش متاكد بالظبط يا فندم، بس واضح ان هو احمد باشا شاهين. طب روح انت يا معروف، وانت كمان يا احمد بيه. لا يا محمد، احتمال شاهين باشا يكون عنده خبر بالاجتماع ده، والاحتمال التاني ان يكون جاي عشاني. في الحاله دي لازم اقابله. بس الحقيقه انا مش فاكر ان انا شفتك قبل كده. انت فعلا ما شفتنيش قبل كده. انا متشكر قوي انك بتزورني برغم ان احنا ما نعرفش بعض، دي غايه الموده. انا في الحقيقه ما كنتش جاي ازورك. خير؟ امال جاي ليه؟ انا اسف جدا، انا عندي امر بالقبض عليك. ايه تقبض على مين يا حضره الظهر؟ تقبض عليا ازاي يعني؟ دي اوامر يا حضرت. اوامر ايه يا عم انت اللي انت عايز تمشيها وتقبضه على الجدع دي؟ يا حضرة الضابط، أنا الدكتور عبد الله البكري، حكيم باشا الهوسبيتال الأميري، وأنا الحكيم المعالج للمريض حمزة الحلواني، وبقول لك إنه ما زال تحت العلاج، وإحنا ما قدرناش ننقله للهوسبيتال، وإذا نقلتوه الآن بواسطتكم فأنا سأحملك المسؤولية شخصياً ووظيفياً، وإذا حصل أي شيء لا قدر الله سأقدم تقرير رسمي إلى نظارة الجهادية وإلى الديوان الخديوي وإلى القصر العيني. واحدة واحدة يا دكتور، قبل ما تقول كل ده ما تنساش إن حمزة الحلواني ده يبقى زميل ليا، وبعدين أنا ما كنتش أعرف إنه في الحالة دي. عموما أنا هتصل برؤسائي وهشوف الحل إيه. عموما ما تنساش الاسم، عبد الله البكري حكيم باشا الهوسبيتال الأميري. حاضر. اهدي، ده أنت كسعمته، خليت بقبق نفوخه وقع منه. حاكم باشا، انا حالتي فعلا زي ما انت بتقول كده؟ يا اخي تلهي، هو انا ناقصك انت كمان. نهاركم سعيد. نهارك سعيد يا حاكم باشا.
توقعت ما لقاكش هنا. إلا إذا كنت في انتظار سعادتك. ليه؟ مفيش تبرير لوجودك هنا. أنت اتنقلت من زمان. أنا كنت مدرك إن سعادتك جاي تتكلم مع حد. ولا في انتظارك. يا أحمد أنتوا حطتوني في موقف غاية في الحرج. بدل الجميع إن مفيش ضبط وربط. سعادة الباشا القضية مش قضية ضبط وربط ولا قضية نظام. أنا سجلي معروف يا شاهين باشا، تقدر تطلع عليه. اطلعت عليه لعدة مرات يا أحمد بيه. يا سعادة الباشا، القضية قضية البلد ده الممزق من كل قوى العالم. أي جنس بشري بيجي هنا يعمل قنصلية ويرفع رايته وينفذ قانونه. تقدر تقول لي 5 مليون مصري هيروحوا فين؟ بس يا أحمد، أنا مش جاي أناقش نظام الدولة، أنا بناقش اللي يخصني بس. ما هي المشكلة يا شاهين باشا إن البلد دي تخصنا. فيه نظام يا أحمد. نظام غلط يا شاهين باشا. الرغيف بيتقسم بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية وكبارات البلد. فين اللي زرع؟ فين اللي خبز؟ فين اللي عرق يا شاهين باشا؟ فين اللي اشتغل؟ ده كلام واحد سوشياليست. أنا ما تهمنيش المسميات يا شاهين باشا، أنا غايتي الأولى والأخيرة العدل. أرجع وأقول أنا بتكلم في اللي يخصني. أنتوا رجالتي، واللي عملتوه ده يوصل لمستوى الخيانة. اتفضل استريح يا شاهين باشا. واقف ليه؟ استريح. اتفضلوا اتفضلوا. طلباتك؟ تتوقف كل العمليات ضد الاجانب. موافقين بس بشروط. ما فيهاش شروط يا احمد. انا بطلب منكم احترام النظام، واظن ده اول بند في عملكم. بس انا يا شاهين باشا عندي شرطين. مش هسمع. اول شرط، توضع اسس عادله للتعامل بين المصريين والاجانب اللي موجودين في مصر. ده مش اختصاصي. لكن تقدر ترفعه للجهات العليا يا شاهين باشا. اعتقد ان كلنا بنتكلم في الموضوع ده. الشرط الثاني، التغاضي عن موضوع حمزه الحلواني. للاسف يا احمد، الموضوع ده مستحيل. ده شرطنا الثاني يا شاهين باشا. ايه يا احمد، انت يبدو مش فاهم حاجه خالص. هي قليلة عليا ان راجل من رجالتي وحاكم؟ انا حاولت، لكن اصبحت دي العقدة اللي في المنشار. الحكومة كلها عايزة حمزة الحلواني. انا جهدي محدود في النهاية. طيب ما سيبنا احنا يا شاهين باشا نتفاهم مع الحكومة. ما عنديش مانع، بس انت عارف وانا عارف ان كده هنخسر اكتر. ما تتكلموا يا رجالة. ايوه يا شاهين باشا، انا رايي يعني اللي يقول عليه احمد الخزندار احنا موافقين عليه. انا يا محمد قلت كل اللي عندي. طمني يا حكيم باشا. الحمد لله ماشي في طريق الشفاء وفي تقدم. الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه. بس يا جدعان مش كده، انا واقف وسطكم مش فاهم اي حاجه خالص من اللي حصل. المشكله يا ربيع مش في سبب اللي حصل، المشكله في انه حصل. اللي حصل دي كارثه، كارثة. ايوه، مش بالنسبة لحمزة فحسب، وانما بالنسبة لينا كلنا. انا اعمالي وصلت الى ازمة. الله، هو انت لوحدك يا سلامة فندي؟ ما انا هو قاعد معاك وساب الدواء. ايوه، بس انا عندي موعد هام للغاية، انا لازم اروحه والا هتحصل كارثة تانية. موعد ايه يعني؟ هتقابل افندينا. عساكر بره. عساكر ايه يا شافعي؟ معرفش. خبطوا على الباب؟ لا، يبقى مش لينا. يبقى ما نسكتش، لازم نعرف الحكايه ايه. ايوه ما نسكتش طبعا. هي ايه الحكايه يا شافعي؟ ده لازم لهم علاقه بحادثه حمزه. ايوه، حادثه حمزه. حادثه حمزه دي ايه هي بقى؟ هو دي وقته دي يا ربيع؟ امال وقته امتى بس؟ انا واقف وسطكم زي البلاص يا ناس، عايز اعرف ايه الحكايه بالظبط. ايه الحكايه؟ اعرف لنا الحكايه يا شافعي. بيقولوا الظابط جوه. جوه فين؟ هنا. نياتي، ايه العساكر دي كلها؟ ما انا قلتلك ان سلامة الحلواني ده حرامي، ما صدقتنيش. طب روح انت دلوقتي. طب استنى بس لغايه ما تخش لمسكوك. يمسكوا مين؟ روح انت بس. يا اهلا وسهلا. يا سلام، دي زيارتك دي تساوي الدنيا وما عليها. عارف الواد حمزه اخويا دي؟ هيخف هيخف بمجرد ما تطلي عليه بطلعتك البهيه. ايوه، بس انا مش جاي عشان ازور العيان، انا جاي اطمن.
الفرح في ميعاده ولا لا؟ في ميعاده، في ميعاده ان شاء الله. ولو اني مش عارف ايه الكوارث اللي نازله على دماغي دي. قصدك ايه يا سلام افندي؟ انا وشي كان وحش عليك ولا ايه؟ ينقطع لساني اذا قلت كده. يا سلام، انت وده دهاني بشتك، ده انت قمر. ايوه قمر يطل على الناس فيضيء حياتهم بهجة وسعادة. وبعدين ايه ما احنا بقينا واحد اهو، يعني مصابي هو مصابك. طب ايه رأيك ان حزنك على حمزة اخويا يفوق حزني ويزيد؟ طبعا فين العيان عشان ازوره؟ يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. مش هي دي وداد مرات مختار الكاشف؟ لا يا امي، دي مرات شريف بيت كاشف. اهم كلهم طينه واحده. مش هي دي اللي خطفتك وانت صغيره؟ ديكها افتخار هانم، انما وداد هانم دي اللي تربيت في بيتها وطردتك منه بعد كده. لا مش بالظبط، الحيه حيه حتى لو كان اسمها وداد او مختار او شريف. وعيله الكاشف دي متسلطه على الحلوانيه من قديم الازل، وكل غايتهم ينهوا سلسال الحلواني واحلق شعر ليه من جذوره ان ما كانوا هم ورا حكايه حمزه دي. بقول لك ايه يا مريم، الست في بيتنا واجب علينا ضيافتها. هنضيفها كمان يا حفصه؟ ما كفاك يا مريم بقى، انت بتشخطي فيا يا حفصه. والله عال طبعا اتجوزتي وبقالك بيت وبتشخطي في مريم الحلواني. برنس اوف سورن. ايوه ولي العهد، اتفضل يا مولاي. قالوا لي انك عايزني. انا دايما في الاحتياج لمولاي، بس ثواني اخلص من اللي في ايدي ده. الناس دي مش عارفه ازاي الدول بتدار، وانا زي القطر بيمشي على قضبان، ما اعرفش جاي منين ولا رايح فين. صحتك ما شاء الله يا مولاي، لازم تكون كده قدامك مهام كبيرة. انت كنت عايزني في ايه؟ الصبر يا مولاي. انت زي ما سمعتني انا زي القطر ماشي على القضبان، لا بص يمين ولا شمال، وانا من موقعي ده بتجيني اخبار ما كنتش قاصدها. ده شيء طبيعي ولا لا؟ طبيعي، وخصوصا بتجيني اخبار عن الاجانب والقنصليات، حيث ان انا بشتغل ناظر الخارجيه. ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وانا دايما ليا مصادري الخاصه، وفي بعض الاحيان في ناس بتتطوع انها تبقى مصادر. ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي، بس ايه هو الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه؟ بخصوص القنصلية البرتغالية. مالها القنصلية البرتغالية؟ في واحد اسمه إيميليانو باسكو. اسمه ايه يا مولاي؟ مش عارف. برافو، الذاكرة لازم تكون مرنة، تنسى وقت ما تعوز وتفتكر وقت ما تعوز. أنا مش فاهم أي حاجة. لا أنت فاهم، وأنا لأني بحبك وإني حاطط عليك أمل كبير قوي، مش عايزك تورط نفسك في أي شيء يسيء إليك. أنت ما تعرفش مين هي غرام خاتون يا باشا. أوبا، هي اسمها غرام خاتون؟ والله ما كنت اعرف. دي دسيسه عثمانيه على الخديوي. تقوم تقتلها يا مولاي؟ الناس اللي زيك ما يقتلوش بالطريقه دي. الخديوي هيتجوزها؟ ما اظنش. يبقى مالكش مصادر حوالينا فندينا. حتى لو اتجوزها هتبقى واحده من اربعه، لكن ليها التاثير الاكبر. هو ده الميدان اللي نلعب فيه، التأثير مش القتل والحاجات دي.
الحاجات دي تنساها. انا حاولت انقذ الخديوي. مولاي فكر في نفسك الاول يا مولاي. اهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. شرفتينا يا هانم. ازيك وازاي احوالك؟ ازيك دلوقتي يا حمزه؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا ألمص؟ اصيله. اسمها اصيله. ألمص ده الاسم اللي قالوا عليها الناس اللي خطفوها. ما خلاص يا مريم. استغفر الله العظيم يا رب. تعرف يا حمزه يا ابن عمي السرايا بتاعتي اني وسيره بيها جوزي لازق في سرايه الناس اللي جنبينا. هم قالوا لي ايه؟ تعرفي يا حفصه هانم ان اللي حصل لكم ده عين؟ قلت لهم ازاي؟ قالوا لي في الاول فرحك انت وسي ربيع بيه، وبعدين فرح اصيله وسي عبد، دي تبقى لازم عين. عين مين يا حفصه هانم؟ يبقى لازم نتبخر بقى. انا حتى ما كنتش ناوي ابعت لك تيجي معايا لاني كنت حاسس بحاله من الوقت. ايوه مظبوط مظبوط يا بارودي. اقعد. انت عرفت ازاي؟ انت بتتجسس عليا. كل اللي بيقوله القلب يا مولاي بيبان في عيون صاحبك. ده صحيح صحيح. انا كنت ناوي اطلع النيل لوحدي. النيل نهر عظيم أعظم من الدانوب والسين. ضروري تكتب عنه يا بارودي. إن شاء الله. كنت ناوي أفتح ملف حياتي من أول ما وعيت على الدنيا. ولد زي أي ولد شوية شوية بيكتشف إنه مش زي أي ولد، إنه برنس. الصدف تزقني لغاية ما طلعني سرير الحكم ولاقي نفسي فوق فوق ووحيد وحيد. مئات الايادي الاف تتمدلي وانا امد ايدي لكن ما نتلقاش. ده هو عقاب الكرسي. اهي دي المتعه اللي انا كنت مستنيها. سيبوه. ضربوني يا فندينا. ليه؟ ما انا سالتهم يا جماعه بتضربوني ليه؟ قالوا لي احتياطي. لا 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 مش معقول. الراجل مطرب واحنا بنشجع الفن. ده مطرب؟ ايوه مطرب. ما يغركش شكله كده بعد ليله في الحبس، واكيد البلطجيه دول ضربوه علقه، لازم يبقى شكله كده. يا مولاي انا عارفه. انت عارفه؟ يبقى مشهور. بلاش يا مولاي خاصة في ليلة زي دي. انت اسمك ايه؟ استاذ سيد. سيد الناس. استاذ سيد سيد الناس؟ لا يا فندم. سيد الناس. سيد الناس. بتعرف تغني؟ بعرف اغني. بعرف اغني. ربنا يقويك ويقوي شوكتك في مملكتك. تلاتة، عبد الحمولي وألمز وانا. بس الله يسترهم بقى العزال، بعدوني عن اعتابك. هنسمعك يا استاذ سيد. سيد الناس. استاذ سيد ولا سيد الناس؟ سيد الناس يا فندم. خلاص هنسمعك يا استاذ سيد سيد الناس. يا مولاي اهدى يا بارودي. يلا يلا سمعنا. يلا غني من غير تخت. انت لازم تغني بتخت. طبعا. خلاص نأجل الغنى لبكرة لغاية ما نحضر لك التخت. خدول الحبس. لا غني 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 يا فندينا. يلا غني غني. العودة اهو. يلا. صيد صيد وأكرمني ربي
رب الكون بحسن الصوت، ولو سمعنا فندينا يجي مبسوط ويدي عبدو ألمص كف أو شلط. كان ليه يا ربي، كان ليه يا ربي عطتني الصوت وخدت البخت. كان ليه يا ربي عطتني الصوت وخدت البخت. شوف يا ولي النعم حغني من غير تخت، يا عيني من تخت لتخت. شوف يا ولي النعم حغني من غير تخت، واحكم انا ولا عبدو. واحكم انا ولا عبدو ابو صوت خسع مسخوط. يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا يا ليل. عجبتك يا فندينا؟ شكر قوي، شكر. الله يخليك يا فندينا. خدوه ارموه. ايه؟ لا طلعني التخت. طيب الله اديني فرصه. هو حب ما لقاش ولا ايه يا جدعان؟ مش كده يا جدعان؟ اخواننا الحقوني. ما تاكلش سمك لمده شهر. مساء الخير يا خير. اهلا اهلا برجل الساعه. ساعه ايه بس يا خير التراخر؟ اتفضل. طبعا يا اخي رجل الساعه، انت مش شاغل الناس كلها؟ خيري انا جاي لك بعد الدنيا ما دقت في وشي. إذا كان موضوع حمزة الحلواني فأنت عارف رأيي فيه. بخيري أنا لغاية دلوقتي ما أعرفش رأيك إيه، أرجوك من فضلك وضحهولي. أنا يمكن أخطأت التعبير، ما كنتش عايز أقول كلمة رأيي دي. أنا كنت عايز أوصف لك الموقف. يا سيدي أنا مش عايزك توصف لي الموقف، أنا عايزك تقول لي رأيك إيه. رأيي أنا ما بقولوش. خيري أرجوك تخلى عن القاعدة دي ولو مرة واحدة بس وكلمني. أنا في حالة يا خيري ما يعلم بها لربنا. أنا في الوقت اللي لقيت فيه بنتي بعد ما كانت مجرد اسم، بعد ما مسكت إيديها ولمست شعرها وعرفت لون عينيها فجأة نسيتها. ابتديت أحس إن حمزة الحلواني ده ابني، صدقني. ابتديت أحس إن هو ابني الوحيد وإن أنا لازم أدافع عنه بكل قوتي يا خيري. إذا كان الموقف بالشكل ده يبقى أنت كمان في خطر. يا سيدي أنا ما يهمنيش. أنا تعرضت للموت 10 مرات وفي كل مرة كنت بأنجو بمعجزة. مين عارف؟ مش يمكن ربنا مدخلني المعركة دي علشان بس أموت وأنا راضي عن نفسي؟ أحمد أنت بتنطح راسك في الصخر. عارف يا سيدي، قولي أستفيد من ده إزاي يا خيري؟ عايز رأيي وبإخلاص؟ أرجوك من فضلك. مفيش حل. أنا مش عايز أعرف رأيك إيه يا أخي، خلاص انتهى. أحلى جنانك. يلا بينا نخرج من هنا. نخرج على فين؟ اي مكان، المهم نخرج. ايوه توفيق، مش غريبه اننا نتقابل هنا؟ انا كنت لسه هقول الملاحظه دي. انا مش بلاقيك في عابدين. توفيق انا بشوفك كل يوم مرتين وثلاثه. مش قصدي يعني مفيش فرصه اننا نتكلم هناك. في دي انت عندك حق. في موضوع مهم كنت عايز اتكلم معاك فيه. انا لاحظت كده برضو. اتكلم. أفندينا عاوز يتجوز. أفندينا؟ أفندينا مين؟ أفندينا مين؟ أفندينا ولي النعم الخديوي والدي ووالدك. عاوز يتجوز؟ أيوه. ويا ترى بقى عاوزنا ندور له على العروسة؟ عروسة إيه أنت كمان؟ هو حاطط عينه على واحدة ويا ريتها واحدة كويسة. وحشة؟ ما نعرفش عنها حاجة. شخصية غامضة. غرام خاتون. ذوق حلو. انت هتقلب الموضوع لمزاح؟ لا لا بالعكس، انا مهتم جدا.
بس انت مش معايا في انه يستحق الاعجاب. هو مين ده؟ افندينا الخديوي ولي النعم، بيحكم خمس الدولة العثمانية وبيلعب مع السلطان والأباطرة والملوك، بيسمع أغاني وأوبرا، وفوق كل ده عايز يتجوز الرابعة. ده شخص عظيم جدا يا توفيق. الراجل اللي يعمل ده كله أنا مش لاقي له صفة مناسبة يصح إن أقولها وما بقاش غلطان. إنما عموما أنا مشغول بحاجة واحدة، جواز أفندينا من غرام مش لازم يتم. أنت بتقول يا توفيق؟ هو احنا نقدر نمنع افندينا انه يتجوز؟ ايوه، اذا كان هيتجوز غرام. ويا ترى مين بقى اللي هيكلمه؟ احنا. احنا؟ انا وانت؟ وليه لا؟ احنا ولاده، انا ولي العهد والبرنس حسين كامل. ايه قليلين؟ والله بالنسبه للخديوي واسماعيل قليلين. اذا اتجمعنا نقدر. ونتجمع ليه؟ انا شخصيا من انصار اللي عاوز يتجوز يتجوز، واللي عاوز يطلق يطلق. انا ما تخيلتش انك هتتخلى عني. ما تكبرش الحكايه امال. يلا يلا بينا ننزل نتفرج على المشخصاتيه، قعدتهم اظرف بكتير. يلا. لا 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 انا ماشي. اهلا وسهلا استهان. اهلا وسهلا، طلباتك اموري. ايه ده انت مش عارفني يا عطيه؟ حاضر يا سيدة، شوف الست عايزة ايه واجيلك حالا اهو. حاضر. امور استهان عطية. لا وبعدين يا سيد؟ الله، امور يا استهان. انا سيد عطية؟ ماني عارف انك زبط. حاضر، شوف الست عايزة ايه واجيلك. حاضر استهان، طلبات. طلباتي بقى ينزل عليك سهم من السما دلوقتي يخلصنا منه. عطية عطية، ايه 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 اللي تلبسه ليه يا معلم؟ خدتها من على لساني، انا كنت لسه عايز اسالك انت لابس كده ليه؟ من حظ النكد، انا اكيد حد عامل لي عمل. ايه اللي حصل يا معلم؟ فين العلم؟ في بيت الحلوانيه. ما احنا لما استعوقناك قلنا نروح نطلع على حمزه فندي، قام قاعد قال يمكن يكونوا محتاجين حاجه. خلاص مفيش قدامي غير ان احتاجكم انتوا الاثنين بقى. رجالتك يا معلم، قصدي يا معلم. انما ايه اللي حصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعرفوش دكان أبو أمين فين؟ أيوة يا أخويا، تالت دكان على إيدك اليمين. لا، رابع دكان على إيدك الشمال. لا، هي تالت دكان على إيده اليمين. رابع دكان على إيدك الشمال. ما تتوهش الراجل، كفاية تغير إيدك كفاية. ما تفرقش. تالت رابع بسيطة. سلام عليكم يا أخويا. ما دام ما تفرقش جاي بتسأل ليه؟ سايبني في الحالة دي وقاعدين تتخانقوا على دكان أبو أمين؟ جاتكوا الدواي. أيوة صحيح. وأنت رحت فين يا معلم؟ مش هتصدق، لكن وكتاب الله العزيز اللي هقوله ده حصل. ان شاء الله يجيني ويحط عليا لو كنت بكذب. ليه ده كله يا معلم؟ ما احنا مصدقينك اهو. طيب كنت عند الخديوي. انت سايب البضاعه في الشارع ولا نديها المخزن؟ ايوه داني نسيها. تعالى يا عطيه، تعالى نقيها المخزن، دي مش هتاخد مننا ساعه فلكيه. تعالى استنوا هنا. استنوا هنا يا غجل. ان شاء الله عنكم ما صدقتوا، وكتاب الله العزيز اللي هقوله ده صحيح حصل. كنت عند الخديوي وغنيت قدامه، والاسباب انا مش عارفها. يلا بعد ما ضربوني الحرس بقى لما استويت شالوني ورموني هنا هوب، وراحوا رميني في النيل. ولولا اني كنت سباح ماهر من ايام الفرمه كنت غرقت. فضلت عايم عايم عايم، ولما وصلت للشاطئ لقيت واحده ست خدت هدومي المبلولة وادتني الهدوم دي. ورقة، هاتولي ورقه اكتب لكم فيها الوكاله باساميكم، وهاتولي هدوم تناسب السفر. انا خلاص حسام. تحت امركم. الموضوع زي ما قلت لجنابك خطير. ما يمكن يكون بسيط. احب الفت نظر جنابك في البدايه لشيء انت عارفاه كويس. انا عاده حريص في سلوكي وفي كلامي.
انت هتقولي خيري بك، كلنا عارفين ده. الاحتمال الاكبر اني اتخلى عن الحرص في العادة دي. في الحالة دي ارجو اولا انكم تغفروا لي، ثانيا تنسوا الكلام اللي هيتقال لو امكن. خيري بك، انت قلقتني فعلا، وبعدين انا ملاحظة ان احمد بك ساكت ويبدو انه مش مرتاح. في ايه باختصار؟